السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا اليوم المفتوح الخاص بمباراة الجزائر وغانا. لكن قبل هذا سنعود للحديث عن مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا التي فاز بها منتخبنا بثلاثة أهداف لهدف واحد. إذن المباراة انتهت بتفوق المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لواحد، لكنها لم تخلو من الأخطاء التي يرد في هذا التقرير. أحياناً قد تلعب جيداً لكنك في نهاية المطاف تنهزم، وذاك أكبر الأخطاء، مثلما قد تفوز في مباراة أدى فيها خصمك أحسن مما أديت، لذا لم يخلو انتصارك من بعض الأخطاء. في مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا تجسد الاحتمالان، فكان الأول من نصيب البافانا بافانا التي سيطرت على ما يقارب ثلث وقت اللقاء، وكان الثاني من حظ الأفناك الذين اقتنصوا نقاط مباراة لم توحي أطوارها أنها ستبتسم لهم. أول ما لفت الانتباه غياب التغطية اللازمة من وسطي الدفاع بن طالب والأحسن، ما ألغى الحاجز الذي يفصل مبلحي عن المهاجمين، ثم ظهر جليا أن وسطي الدفاع حليش ومجاني قد فقد الانسجام الذي من شأنه تشكيل لحمة تضيق الخناق على المهاجمين وتقلل من فرص تحررهم. تواصل الضغط، تحمل العبء، وتأخر ترتيب الأوراق يعقد الأمور ويدفع الظهير الأيمن ماندي إلى التدخل على فالا نيابة عن مدافعي الوسط، فكانت ركلة الجزاء. أخطاء جنوب أفريقيا بدأت عند تضييعها، ارتباك سمح للجزائر بمعادلة النتيجة عن طريق خطأ لاتشويو، بعدها تأثر نفسي أعقبه انهيار بدني جاء بهدفين للخضر الذين استغلوا أخطاء منافسهم حين غفل هو عن أخطائهم. أشبال مشابا لم يستثمروا في عدم صعود الظهيرين ماندي وغلام إلى الهجوم، ولهم استغلوا اختلال توازن وسط الميدان الدفاعي الذي مال أكثر إلى الجهة اليسرى بحكم يسارية لحسن وبن طالب، فتحمل الطرف الأيمن عبء اللقاء وجاء عن طريقه هدف الأولاد وأخطر فرصهم. زيادة على ذلك فقلب الهجوم سليماني كان معزولا في خطه، فمحرز وفيغولي مالوا إلى الأطراف أكثر من اللازم ولم يقدموا الدعم المطلوب، كما أن الاعتماد الكلي على إبراهيمي حرم المنتخب من صانع ألعاب لفترة طويلة من أطوار اللقاء. كريستيان غوركوف تفطن لأغلب الأخطاء وصحح معظمها، فزج ببلفوضيل مهاجما ثانيا فك به الخناق عن إسلام ووزع قوى دفاع البافانا الرباعي على اثنين بدل واحد، أخرج الأحسن الأيسر وعوضه بطيدار الأيمن فعاد التوازن لوسط الميدان، وعندما حرر الظهيرين سجل غلام. لكنه عجز عن إصلاح خلل وسط الدفاع فتواصلت سقطاته، ما ينبئ بفتح ورشة عاجلة قبل مقابلة النجوم السوداء. إذن للحديث عن مباراة جنوب أفريقيا والجزائر يحضر معي للنقاش حسين عزيزان اللاعب السابق، مرحبا بكم. السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة هذه، ورانا إن شاء الله نكون في حسن ظن جمهور الجزائر إن شاء الله. إن شاء الله. كما يحضر معي سمير عليش اللاعب الدولي السابق، أهلا مرحبا. مساء الخير للأخ زكريا، نشكر قناة الوطن تيفي على الاستضافة هذه، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن الأنصار والجمهور الرياضي الكريم. نعم سمير، أبدأ من عندك قبل الحديث عن الورشة التي قد يجريها الناخب الوطني المدرب الوطني كريستيان غوركوف، لا ننسى أن نعزيه بعدما توفيت والدته الأمس، هل من شأن هذا أن يؤثر في المجموعة ويؤثر على اللاعب أو المدرب كريستيان غوركوف؟ نعم بالمناسبة نعزيه المدرب غوركوف على وفاة أمه. أنا نظن يعني عندنا كما أقول لك مجموعة قوية، خاصة كما نقولوا اليوساتور تاع الجروب توجوريلا معنويات مرتفعة، أنا نظن ما راحش يأثر على اللاعبين، وكونترير هذا راح يزيد يدعمهم خاصة معنويا وموتيفيهم، باش على الأقل على بالي بلي اللاعبين في دي مومون كيما هذو يكونوا متحدين، وأنا نظن راح يديروا المجهود تاعهم على الأقل باش يهدوا له الفوز للمدرب إن شاء الله. إن شاء الله. حسين، سي برسك لا ميم واش قال خويا سمير، مي الحاجة البلوز امبورطون سي شفنا ديكلاراسيون تاع لو كوتش يحوس على لي 3 بوين، وميم طون كان كيما يقولوا ماشي راضي على اللقاء الاولاني،
ان شاء الله تكون يعني رد فعل ايجابي للفريق الوطني ان شاء الله في المقابله الثانيه ان شاء الله. نبدا من المباراه الاولى، ما هي الاخطاء التي بدت لكم في هذه المباراه بغض النظر عن الفوز؟ ويعني هناك اخطاء يجب ان تصح من دون شك. سير كاين بوكو دو فوت. الحاجه الاولى احنا بنا باللي كاين كلكو جوار كانوا نقولوا حنايا يبانوا عيانين، يبانوا ماشي اون فورم 100%. الديبي تاعنا كان مليح، من بعد انا رانتي بارابور لادفيرسير، كانوا عندنا دي زوكازيون سي سور، مي اون بريمير ميطون لادفيرسير كان عنده بوكو دوكازيون بارابور علينا حنايا، وين كانوا اخطاء بزاف خاصه في اللاكس. كان ارهاق كبير بين حليش ومجاني، كانوا لي زيسباس وكان عندهم هما دو زاتاكون كي كيما نقولوا فيف اي رابيد. جو بونس انا لو كوتش تاع جنوب افريقيا عرف كيفاش قرا المباراه خاصه في الشوط الاول مده واحد 20 دقيقه ولا، ومن بعد عطاهم الفوفير وين يلعبوا لو جو اللي بالا كان قاري كيما نقولوا الخطه تاعنا، وين تفاجأ للريتم اللي كان منخفض بارابور الفريق الوطني كان يدخل يعني كي يدخل اللقاء تاعو يدخلهم بقوه. الماتش هذا ما كانوش فريمون 100%، وين خلى وين لادفيرسير خدا ثقه في نفسه وخلق عده فرص خاصه في الشوط الاول، واحد ثلاث فرص يعني باينه وين جازت بريمير ميطون. حنا عندنا دوزيام ميطون فافوار نوتر ايماج دو نوتر ايكيب، وين شفنا الديبي تاعها كان بير كاع كي دخلوا بها حتى للداخل، وين دخلوا بها كما نقولوا حنا على برصا كما يقولوا الاوروبيين. عزيزي المشكل هنا وصول اللاعبين او مهاجمي جنوب افريقيا الى باب منطقة 18 متر، هل هو يعود سبب إلى المدافعين المحوريين أم إلى التغطية من لاعبي الارتكاز؟ شوف صراحة يعني واحد يقول ديجا لابال جات سير كوتي غوش، ديجا كما نقولوا كيفاش بناوها جات من الكوتي تاع ماندي ودخلت حتى للداخل، صافي دير لا كوفرتير هنا تاع لي دو ميليو ريكيبيراتور بلوس لي دو اللي راهم في اللاكس، كانت يعني كيما نقولوا حنا المسافه كانت بيناتهم كيما نقولوا حنايا ايزيتي روغروبي وما قدروش كيما نقولوا يدوا الكره، يعني دخلوا حتى للداخل تشوف لاكسيون اون ديريكت ما راهم يعاودوا في اللقطات، دخلوا بها حتى للداخل وين كان لو بي تاعهم. جو بونس انا هنا كان نقولوا حنايا لا كونسونطراسيون دو ماركاج كانت بيرتيربي بزاف. فوالا سمير المشكل يتحدث عزيزان عن الارتباك اللي كان في وسط الدفاع، لكن هذا لا يحجب الخطا او العيب الذي يعني وسط الميدان لحسن وطايدر وبن طالب ما قاموش بالواجب. نو الاخ زكريا كانت ناقصه، خاصه لو يعطيني المخرج صوره اللقطه الاولى تاع القذفه تاع اللاعب في تاع اللقطه اللي القذفه تاع قائد الفريق جنوب افريقيا تاع مبولحي، هاي لك اللقطه كان بدون رقابه. نعم. بدون رقابه لحسن هو اللي لحسن بن طالب تقريبا في نفس المنطقه هو بن طالب. الاخ زكريا يعني انا نظن الاخطاء سي فري كانوا كثره الاخطاء بالنسبه للمنتخب الوطني، هذا راجع كما قال حسين لعدم التركيز. شفنا ما فيش تنظيم في الخطوط، يعني خط الدفاعي ووسط الميدان والهجوم كان كما نقولوا فراغات كثيره، يعني باسكو حنا نلعبوا بمنهج تاع النطق تاع الخطوط، يعني لازم يكون توازن بين الخط الدفاعي والخط الوسط والخط الهجومي. شفنا بلي كاين ديزورغانيزاسيون في لي تروا كومبارتيمون. انا جو بونس سي فري بالك عامل مناخ نقدروا نصنفوه، يعني كيما نقولوا حنا شفنا لاعبين تعبوا نهاروا بدنيا وما قدروش الشوط الاول، يعني ما قدروش يتحركوا ربع ساعه فقط طول المنتخب، يعني المنتخب الوطني بان كيما نقول لك الارهاق البدني بان عليه في الوقت يعني سريع. بالنسبه للتنظيم يعني شفنا تنظيم ما كانش محكم يعني من المنتخب الوطني. بالنسبه للمنتخب جنوب افريقيا شفناه كنا هضرنا عليه باللي لا يلعب باللعب جماعي، قوة تاعو في اللعب الجماعي الكوليكتيف، كره سريعه والهجوم بالمرتدات السريعه، خاصه يعني لقاو يعني المدرب كما قال حسين يعني كان قرا الخطه تاعو، كان نقطه الضعف حنا على الجهه اليمنى تاع ماندي وين كان عندهم مهاجم سريع يعني عمل بالكره كما يحب في الجهه هذيك. انا جو بونس يعني في الشوط الثاني
شفنا كما يقول لك خاصه في بدايه الشوط الثاني. ما يعني سمير قبل الشوط الثاني النقطه اللي تحدث عنها عن نقطه ضعف الجهه اليمنى، هل هي نقطه ضعف ام نقطه قوه منتخب جنوب افريقيا؟ ثم بن طالب والحسن لاعبان يساريين، ربما بن طالب والحسن مالوا قليلا الجهه اليسرى خلوا الضغط على ماندي. سي نورمال اخ زكريا، يعني كما قلت لا كوفرتور ما كانتش سورتو الكوتي الدروان اللي كان يلعب فيه ماندي. كما قلت الحسن وبن طالب يعني يساريين في الاثنين، كما قلت من قبل في اللقطه هذيك يعني شفناهم تقريبا في نفس المنطقة. يعني في كوتي واحد، وين خلاو الجهة الأخرى يعني فراغات اللي كما يقول لك بروفيتاو فيها الفريق الخصم. أنا نظن كما نقولوا خاصة لي ريكيبيراتور تاعنا اللاعبين تاع الاسترجاع، يعني نظن هما اللي ما كانوش يعني قاموا بالدور تاعهم كما يلزم. سي بور سا كانت كما نقولوا حنا كان الدفاع تاعنا ماشي في المستوى اللازم، يعني ما كانش لا كوفرتور تاعهم، وما يعني خلقوا صعوبات للمحوريين وين لقاو يعني تحملوا الضغط. تحملوا الضغط يعني واللاعب قدما كما يقول لك تكون عليه لا بريسيون، يعني يعمل اخطاء صحيح. اخطاء يكونوا فيها مع مرور الوقت يكون الضغط كبير، يعني يكونوا فيها اخطاء، اللاعب يتعب خاصه معنويا وين راح تاثر عليه يعني في المقابله. نعم. عندك إضافة؟ أنا سي بون سي بون تفضل. حسين، تحدث أنا عن الرواقين، تحدث عن الضغط اللي كان على ماندي، ألا ترى أن ماندي ربما تكون تعليمة من غوركيف؟ ماندي وغلام اطلب منهم يبقوا في الدفاع، لأنه غلام صعد في لقطة واحدة تقريبا ثلاث لقطات، لقطة واحدة سجل هدف، ماندي كان تقريبا مكبل في الدفاع. تعليمات بالك اللي كانت ماندي يقعد ما يطلعش. نعم. مي غلام كان عنده لي زيسباس، كان باسكو علاش في الكوتي تاعو ديجا عنده الحسن وبن طالب. بارك الله فيك. فوالا. اما جيت موندي ديجا شفنا ديجا لاتاكون تاعو ايتي فيف. سي ان لاتاكون اللي كيما قال لك مقبل حسين، لي دو ميليو ريكيبيراتور تاعنا كانوا كيما نقولوا حنا تاكتيكمون نهضروا فيزافي اللين تاعهم ما كانوش منظمين، هذا ما كان. نعم، اذا قضيه التنظيم. غوركيف تدارك هذا الخطا، اخرج طايدار او اخرج بن طالب واقحم طايدار، لاعب يعني يلعب برجل يمنى، حدث نوعا ما توازن في وسط الميدان في الشوط الثاني. يعني اخ زكريا، يعني سيفري، يعني شفنا خروج الحسن ودخول طايدار، يعني نقدروا نقولوا باللي عطى توازن في وسط الميدان الدفاعي، وين يعني شفنا تغيير في منهجيه اللعب، وين ولينا نحكموا في الكره كما يلزم، باسكو حنا اللاعبين تاعنا ما كانوش كما يقول لك كان فاغولي ولا ابراهيمي يعني يلحقوا لهم كرات يعني ماشي في المنطقه تاع الخصم، يعني تقريبا في وسط الميدان. يعني ما يقدرش يدير الفارق اللاعب كيما بن طالب ولا فغولي ولا ابراهيمي. نعم. يعني سي بور سا يعني كانت العقده هذيك بين خط الوسط والهجوم. يعني في التغييرات اللي حدثها المدرب غوركوف نقدر نقول لك بلي مع مرور الوقت اتت بثمارها. وين شفنا يعني تقريبا في النصف الاخيره كانت رده فعل ممتازه تاع المنتخب الوطني، يعني وضربه جزاء يعني نقولها بكل صراحه، انا نظن هي كانت منعرج اللقاء. نعم. وين يعني كنا قادرين نتحملوا هزيمه كثيره لولا تضيع يعني ضربه الجزاء، كنا رايحين نقدر نقول لك كنا نروحوا بخساره يعني تاع ثلاثه اربع اهداف. ضربه الجزاء وتعلق بولحي ايضا. بولحي سي نورمال، بولحي العلامه الكامله، انا نظن راه في احسن لياقه من بولحي اليوم، وراه يساهم في النتائج الايجابيه تاع المنتخب الوطني تقريبا بنقدر نقولوا ب 50%. يعني بولحي في المستوى العالي نقدر نقول لك الفريق الوطني يعني خاصه الدفاع، كي يكون عندك حارس مرمى مركز وكما يقول لك يحكم كما يقول لك في المرمى تاعو كما يلزم، يعطي ثقه للمدافعين كبيره وراح تحفزهم كي يقول لك مع مرور الوقت في المقابله كي يشوفوا الحارس تاعهم يعني يعمل دور كبير، يعني هما يعني غيروا من الحارس تاعهم يقول يغطي عليهم وما تخافش. يغطي عليهم وما تخافش. انا نظن كما يقول لك اليوم النقطه السوداء اللي عندنا يعني محور الدفاع، وان شاء الله المدرب يعني يكون يعني يصلح كل الاخطاء ان شاء الله. ما راحينش نديروها كما نقول لك ماتش ريفيرونس، باسكو حنا لي ماتش ريفيرونس دائما نديرو كي تكون مقابله في القمه. نعم. يكون مجهود كبير مثل ما كانت مباراه الجزائر كوريا. فوالا كما قلت مباراه الجزائر كوريا نقدر نديرها كما نقول لك مقابله مصنفه كما نقولوا. يعني كاين مقابلات اللي تخليهم كما يقول لك ماتش ريفيرونس، مي الماتش هذا انا نظن للنسيان، يعني فيه اخطاء كثيره وفيه يعني بعض الايجابيات، مي انا نظن الاخطاء كانت كثيره. مي مع بالنسبه للمقابله تاع اليوم
اللي راح تجرى اليوم. انا نظن المدرب على باله واش راهو يسنى فيه، حتى اللاعبين يعني كما نقول لك الارهاق البدني يعني تعبهم، المناخ انا نظن صعيبه في افريقيا، يعني حسين هنا لعبنا في افريقيا وشفنا الكليما تاع افريقيا، يعني المناخ صعيب صعيب، ليميديتي بزاف، سي فري درجه الحراره ناقصه، مي كيكونوا ليميديتي عاليين يعني تلقى صعوبه كبيره. ونتمنى ان شاء الله للمنتخب الوطني المقابله هذه نساوها، وبقات لنا المقابله تاع اليوم ان شاء الله راحين يظهروا بالوجه الحقيقي، باسكو الماتش اللي فات كيما نقولوا حنا نساوه، ونتمنوا يصلحوا الاخطاء، واللاعبين راهم واعيين باش راهو يسناهم، نتمنوا ان شاء الله باش يادوا مقابله في القمه ويفرحونا اليوم ان شاء الله. قبل ان ننسى هذه المقابله نعاود نقولوا لها شويه قليلا. حسين، المشكل تاع اللي تحدثنا عليه في الدفاع، المشكل في وسط الميدان، بحكم انكما مهاجمين راسي حربه، سؤال نقسمه لكم في زوج. سليماني ربما يظهر انه كان معزول، لان في غولي ومحرز مال كثيرا للرواق، الهجمات تاعهم ما كانتش بيرسي لمنطقه العمليه، الا ترى ذلك؟ على كل حال النظره تاعك يعني راك صايب فيها. سليماني كان بعيد بزاف، ايتي لوا، ميم لي زاكسيون اللي كانوا يجوا توجور اون بال لونغ باش هو يدير لا ديفياسيون، سوا الفغولي ادروات ولا يرجعها لابراهيمي ولا يلعبها للمحرز. يسمى باش نقول لك دار جهد كبير، الى طرافاي بوكو. نقول لك باللي كانوا بعد عليه مالغري سا، الى في ان بور موا، الى في ان غرون ماتش، باسكو كان يسويفي ميم حتى لي ديفونسور، يتبع ايجان، باسكو اللور كانوا يلعبوا هما الاز بارابور علينا حنا، وين كان توجور هو وحده والاخرين جايين من اللور، سما اوتوماتيكمون هو يبدا كيما نقولوا حنايا الدفاع تاعو، الضغط تاعو قبل ما يلحقوا سوا في الكوتي دروا سوا في الكوتي غوش. وشفنا باللي معظم الاوقات كنا نشوفوا ابراهيمي بعيد عليه بزاف. ابراهيمي كان يلعب بزاف با بارابور لي ماتش اللي كنا نشوفوه من قبل. ابراهيمي مضاري تحت سليماني، الماتش هذا سيرتو اون بروميير ميطا كان بعيد بزاف، كانت مسافه بعيده بزاف بينه وبين مسافه بعيده بينه وبين سليماني، قلتها حسين. هناك ايضا رقابه لصيقه على ابراهيمي، والخطا اللي وقع فيه اللاعبين، ربما اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري ركزوا اللعب على ابراهيمي لانه لو نساو ابراهيمي ربع ساعه في اللقاء او خمس دقائق ما يمروش الكره ربما كان يقدر يعمل الفارق. كانوا بصح كانوا طون زون طون كان يبدل ابراهيمي، شفنا واحد لي ماتش هكذايا كان في غولي ابراهيمي يبدلوا مناصب. نعم. الماتش هذا ما بدلش المنصب تاعو، بقى توجور كومانديس، صاف دير هو يحب يصنع اللعب، مباري طون زون طون كي ما تمشيش يشوف اللي كاينه رقابه ولا يروح الكوتي دروا يبدل مع فغولي يعاود يدخل اللاكس. حتى المدافعين بارك الله فيك. نعم. هذه ما شفناهاش اون بريمير ميطا. نعم. هذه ما شفناهاش، وزدنا شفنا اللياقه تاع اللاعبين تاعنا ما كانتش يعني او توب. سا سفوي تشوف فغولي انت كان يجري دي بال مبار يدير دي كورس يعني دي سبرينت اكسترا اوردينير، ما شفناش لي سبرينت هادو. هنا كان باين باللي كاين ارهاق من جهه منتخب الوطن. المنتخب الوطني الجزائري. اذا تحدثنا عن الدفاع، تحدثنا عن الهجوم. غوركوف في المباراة تفطن بعض الأخطاء، دخل بالفوضيل، فك العزلة على سليماني، حتى أربع مدافعين بالنسبة لجنوب إفريقيا كانوا يعسوا مهاجم واحد، الآن عندهم مهاجمين. غوركوف تفطن هذا الخطأ، تفطن لي خطأ وسط الميدان، لكن الخطأ تاع الدفاع حتى ما نقولش ما تفطنلوش، ما عندوش البديل أو ربما الحل، إخراج حل ليش، كيف ترى الحل يعني؟ يعني في تلك المباراة يعني في مباراه جنوب افريقيا انا نظن يعني المدرب الخيارات تاعو في التغيير محدودة. يعني لو كوتشينغ يعني محدوده، وشنو يعني المدرب غوركوف يعني يلعب بمنهجيه واستراتيجيه يعني انا تعجبني بزاف. نعم. باسكو علاه نشوفوا لي شونجمون تاعو التغييرات تاعو دائما يعني يغير منصب بمنصب، يعني ما نشوفوش يغير قال نخرج مهاجم وندخل مدافع. نعم. يعني دائما يخرج منصب بمنصب. نعم. يعني يلعب دائما بالطريقه تاعو، الاستراتيجيه تاعو ما يغيرهاش، يعني هذه الحاجه اللي تعجبني في المدرب. بالنسبه للتغييرات اللي دارهم يعني انا نظن خاصه بالفوضيل، يعني بالفوضيل بالمورفولوجيه تاعو يعني والاناقه تاعو واللعب السريع تاعو ولا كوفرتور تاعو، انا نظن عطا كيما يقول لك البلوس هذاك الاضافه اللي ادت بالمنتخب الوطني باش النتيجه تعديل النتيجه ونساهم في سليماني. نو سي نورمال، حنا اللاعب سجل هدف ثالث سليماني، سي نورمال.
سليمان اللي سجل الهدف الثالث. لانه يعني نساهم ربما حتى المدافعين تاع المنتخب جنوب افريقيا. يعني سي نورمال كما قلت يعني كيدخل بالفضيل يعني عطى كما يقول لك يعني كيليبر في لاتاك يعني توازن في الهجوم، وين شفنا حتى البراهيمي يعني وفاغولي يعني كما يقول لك عاودوا ريكيبيراو كما يقول لك عاودوا رجعوا لو ريتم تاعهم، عاودوا ولاو الريتم تاعهم بسرعه، يعني اندمجوا مع الدخول تاع التغييرات اللي دارهم المدرب. انا جو بونس يعني لا فورس تاعنا كما كان يهضر من قبل حسين، حنا لو جو تاعنا اللي رابيد، كي نلعبوا لو جو رابيد، ابراهيمي في الوسط تيفري، ابراهيمي كل انظار متوجهه ليه. يعني اي فريق لعبوا معاه الحاجه الاولى اللي يشوفوها سي بيان ابراهيمي. انا كمدرب نشوف ابراهيمي يعني في الفريق الوطني نخمم باللي هو صانع الالعاب وكل الكرات تمر عليه، يعني ندير له ماركاج انديفيديوال يعني رقابه فرديه باش على الاقل نعرقلو كما يقول لك مارغري عنده مهارات فرديه يقدر يصنع الفارق في اي وقت، مي على الاقل كمدرب خصم يعني ندير له مدافع اللي راح يعرقلو باش ما يلحقش يدير الخطر يعني الدفاع تاعي. انا ترى ان المهاجمين الجزائريين او اللاعبين الجزائريين بصفه عامه ما استغلوش، لانه لما يكون ابراهيمي عنده رقابه ماركاج انديفيديوال رقابه لصيقه هياخذ لك اثنين ثلاث لاعبين، ما شفناش الفارق هذا في الشوط الاول. نو سي فري يعني كما قلت هذه تولي كما يقول لك لا تكتيك يعني لو سيستيم دو جو اللي يلعب به المدرب وكما يقول لك لي كونسين اللي عطاهم اللاعبين تاعو. نقدر نقول لك بالك ابراهيمي لعب سيفري في بوست واحد ما بدلش كما قال حسين، كان يغير مع فاغولي في لي ماتش اللي فاتوا، نشوفوا كما يقول لك شونجمون دو بلاص تغيير المناصب، وين تلقى ابراهيمي على لا دروات ولا على لا غونش تان جوار ليب، فاغولي عاود يدخل فوق. مي بارابور المقابله هذه يعني ما شفناش تغيير في المناصب، ربما نقدر نقول لك بالك الارهاق والتعب وين شفنا فاغولي على الجهه اليمنى يعني ما غيرش المنصب تاعو تقريبا في الجهه اليسرى تقريبا كل مقابله، يعني تقريبا 90 دقيقه هذيك يعني توجور نلقاو كما قلت فاغولي على اليمين ومحرز على اليسار، يعني ما فيش تغيير في المناصب كما هما فين. انا نظن هذه الغلطه اللي طحنا فيها يعني في الوسط والهجوم هي اللي عرقلتنا باش ما نكونوش كما يقول لك ديسبونيبل بزاف في لو كون ادفيرس. لكن جات السلامات. لا لا الحمد لله يعني يعني مقابلات كيما هذو انا حسب رايي حسين هنا لعب كره كاين مقابلات ما نحوش على اللعب باسكو المقابله الاولى دائما صعيبه. تفكر مقابله تونس في يعني 2013 سي نورمال يعني كاين مقابلات نحوسوا على النتيجه ما نحوسوش على الاداء كيما هذه اللي صرات لنا مع جنوب افريقيا. يعني ما كناش نستناو يعني رده فعل يعني تاع اللاعبين يعني نعطيهم صحه اللي عندهم شخصيه عاودوا رجعوا رغم الهزيمه اللي كنا عليها، يعني بقاو يعني رغم المشاكل اللي حدثت لهم يعني ما لقاوش يعني حلول ما لقاوش فراغات باش يلعبوا، مي الحمد لله كما يقول لك كانت عندهم شخصيه وعاودوا رجعوا في النتيجه، وهذه راجعه الاراده والتركيز الجيد اللي قاموا به على الاقل باش يحلوا العقده كي نكونوا في عقده. حسين سمير سيتقمص دور المقدم، اردت ان اطرح هذا السؤال سبقني، قال لك عندهم كانت عندهم اراده وعندهم شخصيه. المنتخب الوطني الجزائري تحدث سمير منذ قليل عن الارهاق البدني ربع ساعه بعد كان ارهاق، لكن بعد تضييع جنوب افريقيا ضربه الجزاء رد الفعل رد الفعل حتى لما طلعت المعنويات حتى الجانب البدني تحسن وقوه الشخصيه تاع اللاعبين كيفاش تشوفها؟ احنا الحراره كما نقولوا احنا تعاود تخلق نفسك هذه زيام سوف مبارك الله فيك، هذه تكون عند اللاعب اللي يحب بلاده تو سامبلومون. هنا كانت رده فعل تاع راك مضروب ولازم تعاود ترجع الضربه ديالك. حنا كنا خاسرين اوتوماتيكمون زادوا راطاو ان بيناتي اللي كانت راح ديرنا الكاو خلي لي زوكازيون اللي كانوا من قبل. هنا كانت رده فعل يعني لو بريمي بيت هذاك اللي زاد مد دافع معنوي باش الناس تزيد تخدم. ولا بروف سايتي كما قال سمير حنا ما نحوسوش بزاف على اللعب. سيتي ان ماتش بلوس كنحوسوا على لي بوان. جو بونس انا هذا الماتش اللي راح نقابلوا فيه لاغيني بعد ساعات على كل حال بليتو غانا بعد ساعات راح نشوفوا ان ماتش ديفيرون بارابور الماتش الاخر باسكو هنا لو بوا تاع لي دوز ايكيب بارابور الجنوب افريقيا نشوفوا لو بوا هذا تاع غانا تلقاه ثقيل بارابور جنوب افريقيا وحنا التركيز يكون 100% يعني بارابور الماتش تاع الاخر يكون التركيز يعني 100% وبالك راح نشوفوا ان نيفو بلي ايلفي بارابور الماتش الاولاني ان شاء الله. نعم الاخ زكريا نضيف حاجه يعني حنا المنتخب الوطني تاعنا في المقابله اللي فاتت مع جنوب افريقيا يعني تحس باللي يعني كل الفريق يعني تقريبا كاع اللاعبين يعني ما كانوش
يعني ما كانوش كما نقولوا في المستوى المطلوب يعني اللي باش يأدوا مقابله جيده. يعني لو كان لاعب او اثنين يعني المجموعه تقدر تغطي عليهم، كيكون ان جوار ولا دو جوار ماشي ملاح يعني يبانوا باللي ما يبانوش في وسط المجموعه كاع. بصح كي تكون يعني تقريب 10 او 11 لاعب يعني ماشي في المستوى تاعهم يعني تبان. هذه هي اللي صنعت الفارق. انا نظن لاعبين منذ البدايه ما دخلوش في المقابله مباشره، يعني حتى كان الضرب الجزاء تضيع ضرب الجزاء اللي عطات ردة فعل باش كما يقول لك اللاعبين توعوا وخذوا كما يقول لك مسؤوليه كبيره. الفرصه الاولى بعد الهدف ضيعوها معناتها ما فطنوش، يعني يعطيك صح. الصدمه الثانيه ضيعوا ضرب الجزاء ما عندك مطلب، يعني تضيع ضرب الجزاء نظن هذاك هو المنعرج الكبير اللي اعطى معنويات كبيره للمنتخب الوطني باش عاود رجع كما يقول لك تري بون رياكسيون، رده فعل ممتازه اللي صنع بها الفارق وفاز بالمقابله، والحمد لله اليوم رانا في بريمي في طابلون ان شاء الله. اذا يقول المخرج سيغادرني حسين وسمير. حسين بارك الله فيك على هذه الافادات الطيبه، لخصت، كنت اود ان تبقى معنا مده اطول لكن الضيوف يلحقون تباعا. شكرا على واجب، على كل حال هذا كما نقولوا هذا واجبنا قاعيتيك. احنا نشوفوا واش نشوفوا نقدروا نمدوا للجمهور الكريم، احنا نمدوا يعني بكل صراحه ان شاء الله. زيد مد البرونوس ولو ان ما لحقناش نتحدثوا عن المباراه، لكن مد. هل انت متفائل حسين؟ على الاقل انت متفائل. صراحه يعني انا اشوف كونتر لي غوند زيكيب نشوفوا لي ماتش تاعنا كيما يبغي الخاطر. انا على بالي بلي نتفائل باسكو لو كان ما عندناش فريق، نقول لك بلي ما عندناش فريق. انا شخصيا كنت متخوف في مباراه جنوب افريقيا، كنت متخوف منها. جاست على خير الحمد لله. بقى لنا ماتش ديسيسيف اليوم ان شاء الله بعد ساعات. على كل حال نتفائل مالغري راهي خصنا ديفونسور اللي تبليسا يعني خلى يعني سيرتو في اللاكس خلى فارق كبير. اه مي جو بونس انايا باللي اليوم ان شاء الله نربحوا 1-0 ان شاء الله. سمير خويا زكريا بارك الله فيكم على الاستضافه هذه، ونتمناو كما يقول لك كل التوفيق للمنتخب الوطني اليوم. انا نظن كما قال حسين اليوم راح نشوفوا كما يقول لك الانتفاضه تاع المنتخب الوطني، وراح نشوفوا الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني. اليوم المقابله مع غانا راح تكون مقابله مفتوحه، على بالنا بلي غانا راح تلعب كل اوراقها باش تفوز بالمقابله، ما عندهاش خيارات اخرين. اما بالنسبه للمنتخب الوطني على حسب ما نشوفوا ونسمعوا، انا نظن راح يلعب بثلاثه استرجاع، يعني نقدر نقول بخطه دفاعيه والاعتماد على الهجومات المعاكسه. هذه انا نظن راح نستفادوا منها باسكو الفريق انا راح يلعب كل اوراقه وكل يعني الهجوم 100%، وان شاء الله راح كما يقول لك نادوا مقابله وراح ممتازه وراح يادي الوجه الحقيقي تاع المنتخب الوطني اليوم اللي راح يفرحنا وينسينا في المقابله اللي فاتت. باسكو بقات لنا مقابله هذه لو نفوزوا بها راح نتاهلوا مباشره، على الاقل راح نرتاح في المقابله الاخيره ان شاء الله. وانا التفاؤل تاعي حسين هدف المقابله هدف نربحه ان شاء الله. ان شاء الله. امام مهاجمين كنت مدافعا اليوم. بعد قليل سيلتحق بنا عبد الحميد زوبا والشيخ عبد الرحمن مهداوي. اتمنى ان تكون الامور سهله امام مدربين سابقين. فاصل ونواصل.